اذا مش الكرام مش لقنا شفتي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينه الدار البيضاء. يعني كيف ما كتشوفوا معنا مش الكرام انا الان كنتواجدوا في شارع الجيش الملكي, يعني شارع الجيش الملكي بالقرب من محكمه الاستئناف. يعني كيف ما كتبوا معنا في اللحظات في الصباح الباكر بغيت نقول لكم صباح النور عليكم, صباح النور على الجميع متتبعي قناه شعب قناه شوف تيفي. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مره اخرى. غادي نعاود نذكركم كنتواجدوا بشارع الجيش الملكي بالقرب من محكمه الاستئناف. هنا حادث سير الحمد لله خسائر ماديه فقط على مستوى سياره وشاحنه بعد ما داروا حادث في هذا المدار هذا بالقرب من محكمه الاستئناف بالضبط شارع الجيش الملكي في التقاطع ديالو مع شارع المقاومه. كما كتشوفوا معنا السيارة مشى لها القدام كامل تهرس الجنب الأيمن والجنب الجانب الأيسر ديال السائق تهرس كامل. الشاحنة بطبيعة الحال هي رجعت فيها الضربة من اللور. فدائما الإنسان ياخذ الحيطة والحذر ديالو, ماشي فقط يقول لك حق الطريق خاوية نبقى غادي بالجهد وبسرعة وما يحترمش إشارة المرور. فبطبيعة الحال الإنسان يحذر راسو وياخذ الحيطه والحذر ديالو, راه دائما ما كيوقعوا حوادث سير خطيره بزاف. راه دائما كيوقعوا قصيد خايبه بزاف, يعني خصوصا في الشوارع الكبرى. الشوارع الكبرى كتلقى بنادم جايب واحد السرعه اللي كتفوق السرعه اللي خاصو يمشي بها داخل اولا بوسط المدينه. باش نوريكم اكثر ونوضح لكم اكثر باش تشوفوا معنا شنو الاصابه اللي تصابت بها هاد السياره هادي. تشوفوا معنا هاد الحادث, يعني شوفوا معنا الطوموبيل شنو وقع لها. الطوموبيل مشى قدام كامل ديالها. واي واي البلاكه طاحت هي هادي. في هذا المطار هذا بالضبط مدار شارع المقاومة مع شارع جيش الملكي. هانتوما شوفوا معنا الطوموبيل يعني دابا واحد فيهم 100% شي واحد حارق. وهذا هو الكاميو طبيعة الحال راه ضرب في الحديد اللور ما طرا ليه والو. إذا مش الكرام دائما كنبغي نحذر مستعملي الطريق, كنتو معنا في بث مباشر بالضبط من شارع الجيش الملكي بالضبط مع شارع المقاومة حادث سير ما بين شاحنة وسيارة خاصة. إذا مش الكرام خسائر مادية فقط, فكنتمناو أنه ما تكونش إصابات. شكرا لحسن التتبع ديالكم وإلى اللقاء.